واحد اثنين ثلاثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. والله اشتقنا لكم طبعا، وعدناكم في الفلوق اللي راح اننا راح نسوي مقلوبة. مستعد انت؟ مرة مستعد، مكمل تسعدات. توك ماكل سكريم صح؟ ايه. وانت؟ هذا الوضع. هذا الوضع. شوفوا، انه وعدناكم نسوي مقلوبة وجبنا كل الاشياء اللي نحتاجها، دجاجنا طبعا، الرز، خضار، اي باقي الرز، وهذا الخضار اللي بنقطع الحين طبعا تقطيع عندك. ياخذ مهمه، ما عندنا الا واحد يناظر. مستعد؟ انا بقطع البصل بس. لا لا اسمع، انت قطع البطاطس. اوكي قشرها. اي قشرها اول. يلا يلا تعال قشرها اول، بنسوي مقلوبه يحبها قلبك ان شاء الله. وباقي طبعا اي ابدا حطها هنا. يلا قشر، خلينا نشوف تعرف ولا لا. ايوه وسلم، والله ما انت بسيطه دحوم. لا 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 يا راح رشنا. وين شوف، وقف 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 وقف. اي والله قشرتها. شيك. انت وش بتسوي يا عبد الله؟ انا الشيء الاساسي. وش الشيء الاساسي؟ اللي هو الدجاج وبعض الخضار. طيب هذا انت تمسك الباذنجان. خلاص انا بقطع باذنجان، انت تمسك الدجاجه. احتاج واحده بس. خلاص نبغى على ما قال غدا رهيب. غدا رجال. قبل ما نبدا تقطيع لا تنسون زر لا والاشتراك في القناه، لان هذا الشيء يدعمنا. دائما اقول لكم بس بعضكم ينسى، لكن ان شاء الله ما تنسون زر اللايك والاشتراك، لاني اتمنى اوصل 5 مليون مشترك. والله مره متحمس للحفله اللي راح نسويها. شوف تسوي، اصبر بثبت الكاميرا، بثبت الكاميرا الحين ونقطع. يلا والله التقطيع شيء ممتع. رجالنا تبي دوائر يا عبد الله؟ ليش مقلوب؟ مقلوبة رجال ان شاء الله. ايش فيك؟ صدم يا ولد على طول. وشو مشخ نفسك؟ عطنا على هيك اللي تقشر. هذا اللي بيجي بالطفايف نايم. ها خلاص هذه قشرناها. اضرب الثانيه. خفتك؟ احتاج سنتين بس. سنتين؟ سنتين حسيت. صدق ودي ازرع باذنجان. والله والله حد فوق ترى ان شاء الله فلوق الجاي كلهم. ايه الفلوق الجاي خلصنا من السطح، رتبناه كله. حديقة متكاملة. حديقة متكاملة بتشوفون ان شاء الله. صدق ودي ازرع بطاطس. ايش رايكم نزرع كلش؟ والله العظيم زراعة الخضار مهمة يا اخي، تحس انك ايوه خلاص. ايش رايك يا دحوم؟ شو نسوي الحين؟ قشر البصل. حتى يوم نفطرك يوم العيد انا قشر. يسمونك ايش؟ قشير البصل. قشير البصل؟ وش ذا اللقب هذا؟ كل شيء انا ما ادري، كل مقطع يسموني سموه كل شيء. ها والشباب ما زالوا يشتغلون، عبد الله ما زال يقطع الدجاج ودحوم البصل، وانا خلصت الباذنجان والبطاطس، باقي الطماط صح؟ ايه باقي الطماط والحبحر البارد ان شاء الله وشوي بصل. طبعا دحوم له ساعة ونص. انقطعت طبقة فنحط الطبقة. قطعت طبقة. انا خلصت الطماط والحبحر البارد باذنجان وبصل. ها عبد الله ايش عندنا؟ عندنا الدجاج بنخليه هو البصل والطماط مع بعض. حلو. مع ملح شوي. تمام. مرات مشكلة. وهذا يعني هذا نقليه، هذا الاشياء، الباقي هذه كلها نقليها. والرز نحطه 20 دقيقة. يلا مشينا؟ يلا. الآن نسلق الرز، يا سلام. حطينا الرز. حلو. والزيت وبعض البهارات. كم نخليه؟ 20 دقيقة بس. حلو. والحين نروح نقلي الخضار. السلام على عبد الله، هنا نحط. أول شيء الدقم. يا سلام. دحوم بيحط البصل هنا، نحمس البصل هنا. يا سلام عليك، اسمع الصوت، والله بتجيك مقلوبة رهيبة. مقلوبة ايش؟ مقلوبة رجال. بس وش فيك كذا ترمي البصل؟ ايوه يلا يا حرك حرك، وين رايح؟ ايوه يا رجال. نحرك طال عمرك البصل. والله اليوم طبخ يحب قلوبكم ان شاء الله. الان نحط الدجاج بعد ما حمر البصل. بسم الله. سلام. طماط طبعا عقب البهارات الدجاج نحط الطماط. طيب يا عبد الله الان نصفها كلها اللي قليناه. ايه بعد ما مسحنا كذا مسحه خفيفه. حلو. نحط نصف اللي هي الخضار. عشان كذا اسمها مقلوبه، لان إيه؟ بعد شوي نقلبها. مو بس كذا، اللي تحت خضار ودجاج بعدين فوق رز.
الله يعينك. ها؟ لا الخيل يعني يكسونها يقلبونها عشان كذا اسمها مقلوبة. يعني وش يصير فوق إذا قلبناها؟ يصير فوق الرز والدجاج. الرز والدجاج؟ وتحته الدجاج والخضار. لا غلط. فوق يصير إذا قلبتها. إيه. حطينا الخضار وكل شيء والدجاج، باقي إيش يا عبد الله؟ الرز بسم الله. هذا تسخين المقلوبة. يا. بسم الله الله. طقة طقة من فوق. بس. طيب. يلا. هذا الليمون لازم. يا سلام. ضبطوا يا شباب. انا ضبطتها. نبغى المقلوبه تصير شكلها حلو بعد. حط الخيار. اخ والله يا اصبعي ايش اسمه الصفق في الحديده. يلا ما عليه، اهم شيء المقلوبه ضبطت. انا احطها على الجوانب. ايوه باقي. يا سلام. يلا صب لي. صب. لا بس زياده. بس بسم الله الرحمن الرحيم. سمي. طيب يلا عطني. صب سريع ها. بس يلا عاد اهم شيء تجرب. الشكل حلو، هل الطعم حلو ولا لا؟ جرب. بسم الله الرحمن الرحيم. سمينا. وفي خيارة. لازم خيارة. ما شاء الله انا ذوق الرز. والله الملح مضبوط. جيت اكل قبل الخيمة. والله رهيبة. مقلوبة رجال أبشركم، الخطة نجحت مرة. الخطة نجحت. لازم طبعا مقلوبة معها البطاطس والباذنجان، هذا الشيء الأساسي. لازم شفت شلون مع الليمون بس شوي كذا. الليمون وهذه يقان الليمونها عشان الدجاج يا شباب. والله العظيم ما توقعت اني يعني توقعت اني اضبطها بس مو بهذه الدرجه صراحه. انا اسف انها بنجيب العيد يعني. لحظه يا شباب. باليسار باليمين اي شيء. ناقصين مين؟ المتابعين. نعم نعم. ناقصنا سعد اخوي صراحه. طبعا. هذا من بقيل سعد اوكي؟ بقيل اسحب كامل. لا مش طعم كامل. باقي انا مو. انا بقيل هذا النص كذا. سعد. شال هو عنده شغل. بسم الله. جامد. المرة الجاية بنسوي مقلوبة تدري وين؟ في البر. تجربة الثلاث أيام هذه اللي بنعيشها. مقلوبة لحم. إيه. مرة. بنعيش في الصحراء وفي البر ثلاث أيام. فإن شاء الله بتكون هناك طبخات وأشياء يعني بتشوفون إن شاء الله. كشتة. عشان يا شباب. والله إني أحتريج المطر بس. أحس إذا صار غيم. والله حتى الجو حلو. والله حر يا اخوي. يعني الجو بادي. والله حر. بادي. انا شفت يوم ما جيت بروح المدرسه. والله من البرد كلهم بردانين. اخوي يقول والله اليوم برد. وفي الطلعه شمس. الطلعه والله كان عمك. ما يصلح اقول لك اصبر لين يزين الجو يجي مطر تضبط الامور ان شاء الله ونكشف. طيب الى هنا وصلنا نهايه الفلوق، احنا ضبطت التجربه. شباب نكمل اكل ان شاء الله. لا تنسون زر اللايك والاشتراك في القناة. نشوفكم إن شاء الله. أوه لا تنسوا التحدي اللي نزل في القناة الثانية، الرابط تحت. ولا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. نشوفكم إن شاء الله في التحدي في الفلوق الجاي. مع السلامة. مقلوبة رجال ليمونة رجال وباذنجان رجال.